احتضنت مدينة أسفيا المغربية فعاليات الدورة 18 لمهرجان فن العيطة. هذا المهرجان الذي نظم تحت مسمى العيطة تراث لا مادي من التوثيق إلى التثمين، انسجاما مع استراتيجية الوزارة الهادفة إلى الحفاظ على التراث اللامادي الوطني وضمان استمراريته ودعم فن العيطة باعتباره لونا فنيا أصيلا من التراث الموسيقي المغربي. هنا من على هذه الأرض ظهر فن العيطة منذ قرون خلت، وهنا بمدينة أسفي ينظم مهرجان لفن العيطة يتميز بمشاركة أبرز روادها. أسفي مدينة البحر والفن والتراث، تحفها أسوارها التاريخية الشاهدة على أحداث لعب فيها فن العيطة أدوارا عادة ما يقوم بها الساسة. العيطة وتعني النداء، نداء من شيوخ وشيخات لتجيش المقاومين ضد المستعمر الفرنسي. والفن العيطة هو من الفنون اللي الآن عليها واحد الإقبال كبير على مستوى البحث العلمي، الآن كتقدم فيها رسائل جامعية. فن العيطة فن متعدد والأنماط، وفي بعض الأنماط اللي هي آيلة للانقراض الآن. هو أكبر تجمع لرواد فن العيطة بالمغرب، يحجون كل عام إلى مدينة آسفي على اختلاف ألوانهم ومدارسهم للمشاركة في مهرجانها الذي يعتبر تكريما لرواد فن العيطة. مهرجان العيطة في عبدة بصفة عامة جا في البلاصة العيطة. أنا كنت نشارك في السهرات برا ومهرجانات، وانا الوقت اللي كيوصل المهرجان ديال العيطه كنخلي الخدمه برا وكنجي ندوز مهرجان العيطه، لان انا ولد البلاد وعشت في المغرب وتساريت العالم القارات بخمسه. على آلة لوتار التي تحمل علامة صنع مغربي أصيل تعزف أنغام يهتز لها عشاق هذا الفن العريق. كلماتها ليست كباقي الكلمات، ورسائلها لا زالت تحتفظ ببعدها الثوري. عطي واحد الإشعاع كبير من مدينة أسفي، وعطى واحد الدفعة للعيطة. قبل المهرجان كانت العيطة شوية بحالة بدأت تنسى شي شوية. ملي ولا هذا المهرجان ولا الحمد لله كيجوا فنانة من جميع أنحاء المغرب. فقرات موسيقية يحييها كبار شيخات وشيوخ العيطة بمختلف تلاوينها وتنوعاتها بحضور عشرات الآلاف من محبي هذا اللون الغنائي. يعبروا عن واحد التراث لا مادي عميق الذي يختزل موروثا ثقافيا مهما يعبر عن وجدان الساكنة ومنطقة عبدة وخاصة أسفي بهد هذا التراث. ويبقى مهرجان فن العيطة بآسفي فضاء للتواصل والتلاقي الفني بين رواد وممارسي فن العيطة، يمثل التنوع المجالي والجغرافي الحاضن لفن العيطة بالمغرب. كريم القرقوري، العربي، آسفي، وسط المغرب. فاصل قصير مشاهدينا، تتابعونا بعده. تجربة جديدة قام بها موظفون أوكرانيون باصطحاب كلابهم إلى العمل. الأهمية التاريخية والأثرية لقلعة كركوك. وأسبوع الفن والموضة العربي في لندن.